بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال ذلك المقطع الثاني من سورة آل عمران، وهو المقطع الذي يتكلم عن أهل الكتاب وعن قصة عيسى عليه السلام وعن نشأة وميلاد عيسى عليه السلام، وكذلك هذه العداوة من أهل الكتاب للمسلمين وللإسلام. وكان آخر هذه الدروس التي ذكرناها في قضية الولاء والبراء والتحذير والتنبيه من موالاة أهل الكتاب، وأن بغية هؤلاء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وحيث أننا ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلوبهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما انطوت عليه هذه القلوب، قلوب أهل الكتاب اتجاه الإسلام والمسلمين. وكان آخر هذه الدروس كما بيّن الكلام عن قضية الولاء والبراء: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. المخرج من ذلك الأمر هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى المخرج هو الاعتصام بالكتاب والسنة. فكان فيها التنبيه والتحذير من موالاة أهل الكتاب، وأن بغية أهل الكتاب كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يدفعون المسلم لكي ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وعن سبيل ربه المستقيم. ولذلك تأتي الآيات التي بعد هذه الآية أيضا بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمطلوب أن نستمر ونستديم على التمسك بهذا الدين، وأن نقوم بذلك الدين في واقع حياتنا حتى الممات، حتى المنام، يبقى حتى رحيل الإنسان عن الدنيا، يبقى ننتبه، يبقى حتى رحيل الإنسان عن الدنيا فلا بد أن يكون مستمسكا بكتاب ربي سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المقصود بذلك هو إقامة هذا الدين في واقع حياتنا، يبقى إقامة الدين في واقع حياتنا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يبقى دي بغية، كما أن بغية الكفار هو دفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى، ودفع المسلم أن يترك الكتاب والسنة. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرشد العباد أنه ينبغي أن نستمسك بالكتاب والسنة حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صورة التمسك بالكتاب والسنة أن يكون بفهم سلف الأمة، يبقى صورة التمسك بالكتاب والسنة أن يكون بفهم سلف الأمة، وإلا لو حنجد أن الآراء بتتضارب، الآراء بتتضارب، وبالتالي نقول العصمة من عدم الاختلاف هو أن نتمسك بالكتاب والسنة ولكن بفهم سلف الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإلا ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. ولذلك نقول إن الفرق التي
انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى تعاملوا مع النصوص بغير ما تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى نقول الاعتصام بالكتاب والسنة ولكن بفهم سلف الأمة، وإن الخلاف لما وقع في هذه الأمة كنتيجة أيضا نقول دخول العقول مع هذه النصوص، أو أنهم أولوا هذه النصوص بغير ما أولها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم. خاصة يبقى آيات الصفات، خاصة آيات الصفات، معلوم أن هناك فرق ضلت في هذا الباب، ونقول سبب ضلال هؤلاء أنهم انحرفوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع آيات الصفات. يبقى نقول انحرفوا في صورة التعامل مع آيات الصفات، لم يتعاملوا معها كما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى نقول ان الكتاب والسنة يبقى بسببهما تجتمع وتأتلف القلوب، تجتمع وتأتلف القلوب. يبقى ونقول ان الفرقة بتحدث لما نتأول الآيات بغير المدلول الصحيح لها، وعشان نقول نعصم من ذلك الأمر يبقى هنرجع إلى سلف الأمة، فهم سلف الأمة لهذه الآيات. ثم التذكير بنعم الرب سبحانه وتعالى، التذكير بنعم الرب سبحانه وتعالى، قلنا خاصة هذه النعمة التي بها يتماسك المجتمع الإسلامي. المطلوب أن المجتمع يبقى مجتمع متماسك، السبيل إلى ذلك يبقى عقد الأخوة الإيمانية والألفة بين القلوب والالتفاف حول الكتاب والسنة. لذلك قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نعمة الإخوة الإيمانية، ونعمة لابد أن نستشعر بها، ولا سبيل أبدا إلى تماسك المجتمع إلا بالاجتماع والألفة بين المسلمين. لذلك بينا قبل ذلك أن من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ذكر هذه النعمة التي أنعم بها على رسوله لما ألف الله عز وجل بين قلوب الصحابة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى نقول صورة تماسك المجتمع بيبدأ من تآلف القلوب، وائتلاف القلوب لا يتم إلا لما يكون الالتفاف لهذه القلوب حول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نقول هذا الدين الإسلام هو الذي ألف بين القلوب وجعل هذا الاجتماع، قبل اجتماع الأبدان كان اجتماع القلوب، وإلا حتجتمع الأبدان ولكن تتنافر القلوب وتتناكر هذه القلوب، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال المشركين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى القلوب متنافرة، القلوب متناكرة، لكن نقول قلوب المؤمنين يبقى قلوب مؤتلفة مجتمعة على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما بنجد هذا التصدع في البنيان أو بناء في جدار المجتمع الإسلامي، سببه هو الاختلاف على الكتاب والسنة. يبقى سببه هو أن حدث هذا التناكر أو التنافر بين القلوب، لكن دواعي الائتلاف والاجتماع لا تتم إلا إذا اجتمعت القلوب أولا على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الوجهة واحدة. يبقى كانت الوجهة والمقصد مقصد واحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة. ولما بنقرأ في كتاب الله تعالى
أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الإسلام أوجب علينا حقوق، هذا حق المسلم على المسلم، هذه الحقوق أوجبها الإسلام. لما نفكر كده في هذه الحقوق أو في هذه البنود هتجد أنها بنود تدفع إلى الاجتماع وإلى الائتلاف، بتنشئ علاقات اجتماعية بين المسلمين، علاقات متداخلة، علاقات اجتماعية بين المسلمين وعلاقات متداخلة، وبالتالي بتقوى أو يقوي جانب الأخوة الإيمانية، يقوى بها جانب الأخوة الإيمانية. بالأخوة الإيمانية ده مش عبارة عن مصطلح، لا، ده ليه مضمون. وبالتالي احنا بننتبه، يبقى لكي يتماسك هذا المجتمع الإسلامي يبقى أولا لابد أن توجد الأخوة الإيمانية. ونقول الأخوة الإيمانية دي كيف السبيل إلى وجود الأخوة الإيمانية القوية التي يتماسك بها المجتمع؟ يبقى نقول القلوب دي تجتمع أولا على الكتاب والسنة، وكذلك القيام بالحقوق التي أوجبها علينا ربنا سبحانه وتعالى. لما نيجي نقرأ كده حق المسلم على المسلم، لما ننظر للبنود هنجد أنها بنود بينشأ من خلال العلاقات الاجتماعية القوية. يبقى ده مجتمع متماسك، أفراد نقول لهم علاقات، وبالتالي كل منهم يؤدي ذلك الحق الذي عليه. يبقى حق المسلم على المسلم اتباع الجنازة، يبقى مات فلان أو مات والد فلان، فهنجد نجتمع كأسرة واحدة كأن ذلك الميت يعني نقول من عائلتنا. يبقى ده الحالة هو. يبقى نقول اتباع الجنازة، عيادة المريض، تشميت العاطس، وإبرار المقسم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، رد السلام. يبقى نقول الإسلام أوجب علينا رد السلام، إلى غير ذلك من الحقوق. نقول الحقوق دي منشأها الكتاب والسنة، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك. وفي المقابل أيضا أي قوادح بيتصدع من خلال ذلك البنيان نجد أن الإسلام حذر منها. يبقى من عدم السخرية من الآخرين، عدم سوء الظن، عدم الغيبة، وهكذا. يبقى كل قوادح في الأخوة الإيمانية يبقى نهى عنها الشارع، وكل عامل من عوامل التي يترابط بها المجتمع نقول أمر بها الشارع. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى بينبهنا. وبالتالي لا يبع المسلم على بيع أخيه، لا يبع المسلم على بيع، ولا نقول يخطب على خطبة أخيه. يبقى نقول فيه إشارات إلى أن دي قوادح يتصدع من خلال البنيان، باع على بيعه، خطب على خطبته، يبقى كلها دي قوادح يتصدع بها البنيان. كل عامل أساسا يبقى يكون سبيل إلى الفرقة أو إلى الاختلاف أو إلى التناكر والتنافر بين القلوب نجد أن الإسلام نحاه من طريق المسلمين. وكل عامل من العوامل التي تأتلف بها القلوب وتجتمع أمر بها الإسلام، أمر بها. يبقى الإخوة الإيمانية مش عبارة عن كلمة أو مصطلح إحنا بنتداوله، وبالتالي لكن له مضمون، وهذا المضمون قلنا عشان يبقى مجتمع متماسك لا تصدع في جدار ذلك المجتمع، وإلا حينهار. وبالتالي على ذلك يبقى أي قوة من قوى الظلم والطغيان والبغي يبقى من السهل الميسور أن تسيطر على ذلك المجتمع. متى تنافرت هذه القلوب، متى تنافرت هذه القلوب، يبقى دي نعمة من نعم الله نحتاج إلى شكر الرب سبحانه وتعالى عليها. وبالتالي يبقى نحتاج إلى تقوية هذا الجانب بإقامة ما ذكر لنا ربنا سبحانه أو بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى أو نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يبقى الأخوة الإيمانية أصلها الائتلاف والاجتماع بناء على ألفة بين القلوب، وائتلاف القلوب لما تجتمع القلوب أولا على الكتاب والسنة، ولابد أن يكون بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة عشان يكون الاجتماع لا
الاختلاف. لذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة وأفراد الأمة أن يقوموا بهذا الواجب، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا بالمجتمع ده محتاجين إلى تطهير هذا المجتمع، يبقى أي منكرات أنت مسؤول عنها، وأي تفويت لمعروف أنت مسؤول عنها. نقول الدين بيعلم المسلم أن يكون إيجابيا، يبقى المسلم إيجابي ليس بإنسان سلبي، مسلم إيجابي له بصمة وعلامة في هذا المجتمع. وكل مسلم بيسعى إلى تقوية نقول هذا البناء الإسلامي للمجتمع، كل مسلم. وبالتالي لو كان هناك تفويت للطاعة يبقى على ذلك يسارع ويبادر أن يأمر الناس بإتمام تلك الطاعة، لأنه يعلم تفويت الطاعة يبقى فيها تفتيت للمجتمع، فيها نقول يبقى هدم لقوة هذا المجتمع. وأي منكر من المنكرات هو لا ينكره، فإن استشر ذلك المنكر يبقى فيها أيضا هدم لذلك المجتمع. يبقى عشان المجتمع ده يبقى قائم على أصول وعلى ثوابت، يبقى لابد من المحافظة على هذه الأصول والثوابت. وإن كان هناك إنسان أراد أن يتلاعب بهذه الأصول والثوابت، يبقى على ذلك قام المجتمع بأكمله لرد ذلك الاعتداء على تلك الحرمات. ولذلك كان الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى نقول المسلم يبقى يعرف بالإيجابية لا يعرف بالسلبية، بل المسلم يعرف بالإيجابية لا يعرف بالسلبية. ما نقولش والله أنا يبقى راجل دين، بصلي وبصوم وبنقرأ القرآن وأقول أذكار الصباح والمساء وأذكار نقول دخول المسجد وخروج أو غير ذلك، وبالتالي وظن في نفس الصلاح، لا، لكي يستكمل هذا الصلاح هناك أمر آخر، هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يبقى ده خطاب موجه إلى أحد المسلمين. يبقى من رأى منكم منكرا، يبقى نقول بالضوابط، يبقى ده هذه الرواية، وبالتالي إنكار المنكر، لكن إنكار المنكر بيبقى بضوابط، أمر عنه بيبقى ضوابط، يبقى لابد من اتباع تلك الضوابط التي ذكرها العلماء. ولكن الشاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يبقى الخطاب ده موجه إلى المسلمين، إلى أحد المسلمين، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يبقى ولتكن منكم أمة يبقى يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك المفلحون. يبقى نقولش والله إيه غيري بيقوم بالأمر ده، لا، ده سبيل الفلاح. إذا كان فعلا أنا بسعى أن أكون من أهل الجنة، بسعى إلى الفوز والسعادة في الدارين، يبقى لا أترك هذه المهمة لغيري، يعني لا أترك هذه المهمة لغيري. قلنا لأن البعض يبقى بيفهم بمفهوم خاطئ لما يتكلم أن ده من فروض الكفائية، يبقى قام به البعض سقط الآخر. يبقى أنا بسعى أن أكون من البعض الذي أقام هذا الأمر مش غيري. يبقى كما نقول من الفروض رد السلام على نقول من سلم، ولكن نقول لو كانت مجموعة، مر الرجل على مجموعة وقال السلام عليكم، لو رد واحد يبقى عند ذلك يبقى أتممنا ذلك الأمر، أتممنا، وده أدي فرض كفائي. يبقى لو مر إنسان على مجموعة، مش شرط المجموعة كلها هي اللي هترد السلام، لكن أسعى أن أكون أنا الذي أرد السلام، ده حسنات وثواب، وإحنا بنسعى إلى الحسنات والثواب. يبقى نقول في بعض الأحيان معرفة الإنسان بالحكم، ونقول بيفهم الحكم بصورة خاطئة، وبالتالي لا يقوم بإتمام ذلك الأمر كنتيجة لمعرفة الحكم لده من مثل فرض الكفايات، فقام بغيره. طب لماذا لم يقم ذلك الأمر بك أنت؟ فنقول من فوتش معروف نستطيع أن نأمر به إلا وأمرنا به. وكذلك لا تفوت منكر، تستطيع أن تنهى الناس عن ذلك المنكر إلا وقمت بذلك الأمر. أي فرض كفاية يبقى أكون أول الفاعلين لذلك الأمر، يبقى أول من أشترك في إتمام هذه الفروض الكفائية. لا تقوم بغيري ولكن أسعى أن تقوم به، يبقى لا تقوم بغيري ولكن أسعى أن تقوم به. فإن كان الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى من فروض الكفاية، فلابد أن يتحقق الكفاية بالمجموعة التي قامت بذلك الأمر. إن لم تحقق الكفاية يأسم كل من كان عنده المقدرة ويتخلف بلا عذر شرعي.
يبقى المسألة نقول يعني لابد أن نفهمها بالمفهوم الصحيح، لأن ساعات المفاهيم المغلوطة تمنع الإنسان من إتمام الطاعات نتيجة الفهم الخاطئ. يبقى نقول هذه من الفرض الكفائية، صحيح من الفرض الكفائية، ولكن لو قامت بها المجموع وفعلا حققوا هذا الفرض، لكن نقول أن المجموع لم يحقق الفرض، فكان لزاما على كل من كان عنده مقدرة أنه أن يتقدم لكي يستكمل به ذلك الفرض. ونقول إن لم يستكمل الفرض فكل من كان عنده المقدرة ويتخلف بلا عذر من الأحضار الشرعية يأثم عند ذلك، يأثم عند ذلك. يبقى إحنا بننتبه معنى الفرض الكفائية وما يخليش الإنسان فهمه للحكم والمانع من إتمام هذه الأحكام أو هذه الطاعات، لأن كما بينا قبل ذلك البعض لما تقول له لماذا لم يكن معك سواك قال أنها سنة، كأن السنة بقت دليل للطرد. فنقول افهم المفهوم الصحيح، لأنها سنة أنا أسعى أن أتمسك بها، لأنها من فروض الكفاية أسعى أن أكون من ضمن هذه المجموعة التي يحقق بها هذا الفرض. يبقى ده حال المسلم، السعي والمصارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات، لذلك ما قال الله تعالى وأولئك هم المفلحون. يبقى سبيل الفلاح والفوز والسعادة في الدارين هو أن نتمم ذلك الأمر، أن نسانع في فعل الخيرات وندعو الناس إلى فعل الخيرات، نأمر الناس بالمعروف وننهى الناس عن المنكرات. ثم التحذير من الاختلاف ومعارضة النص بالنص، يبقى من الاختلاف ومعارضة النص بالنص، هذه المعارضة بين النصوص لا تتم إلا نتيجة الفهم الخاطئ، نتيجة الفهم. لذلك كما بينا لكي نأتلف ونجتمع يبقى لابد أن نستمسك بالكتاب والسنة، ولكن بفهم سلف الأمة، ولكن بفهم سلف الأمة، وإلا لو انحرف الفهم وانحرف نقول سورة التعامل مع الآيات على غير التي كان يتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم لحدثت الفرقة والانشقاق، يبقى حينشق هذا الصف الإسلامي ويضعف ذلك البنيان، بل قد يتصدع ذلك البنيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن التنازع، عن الاختلاف وعن الفرقة بعدما جاءتنا البينات. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لكي تبين أن الخيرية في هذه الأمة معقودة بإقامة الأمة لهذه الفروض. يبقى نقول هذه خيرية معقودة لهذه الأمة متى كانت قائمة بهذه الفروض التي افترضها عليهم ربنا سبحانه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الخيرية معقودة ما أقمنا ما أمر الله تبارك وتعالى به، كما نقول أن متى يتحقق المشروط؟ إن حققنا الشروط التي أوجب علينا ربنا سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى إمتى ممكن إمتى يحدث الاستخلاف؟ وإمتى حدث التمكين؟ وإمتى حدث الأمن بعد الخوف؟ كل ده يبقى يتحقق بتحقيق العباد للشروط. يبقى نقول أن الله تبارك وتعالى اشترط لكي يحقق هذا المشروط، اشترط ربنا سبحانه وتعالى أن نحقق هذه الشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يبقى دي المقومات بتاعة الاستخلاف والتمكين والأمن والأمان. يبقى في مطلوب أساسا، يبقى عشان يبقى لنا استخلاف في الأرض، عشان نمكن في الأرض، عشان نقول يبدل ذلك الخوف إلى أمن وأمان، يبقى مطلوب منا مقدمات احنا نفعلها، شروط اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى لكي يتحقق لنا ذلك المشروع. إما الاستخلاف والتمكين وغير ذلك، يبقى بالإيمان والعمل الصالح. هنا نفس القضية، يبقى لا نقول نحن خير أمة أخرجت للناس إلا بإقامتنا لهذه الفروض التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، نقول ليه؟ إيه الحيثيات؟ يبقى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قلنا من موجبات الإيمان، من مقتضيات الإيمان، الأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى الدين النصيحة كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. يبقى الدين النصيحة، يبقى نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى مش مجرد أنت المعروف بتفعله فقط، لكن لابد من الأمر معروف. مش مجرد أنك أنت بتبتعد عن المنكر يبقى احنا حققنا الأمر، نقول لا. يبقى الأمر اللي يبقى له شق خاص بالإنسان وشق خاص بإخوانك من المسلمين. يبقى أمر معروف، يبقى بأمر نفسي بالمعروف، أمر نفسي بالصلاة وأمر غيري بالصلاة، أنا عن المنكر، يبقى بنهى نفسي عن فعل هذه المنكرات، وأنا الآخرين أيضا عن فعل هذه المنكرات. يبقى لابد من ذلك الأمر، قلنا حتى نحقق الخيرية لهذه الأمة. أمر معروف أنها منكر، والإيمان بالله قلنا ده الدافع إلى امتثال الإنسان للأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب أكثر هؤلاء يعني فساق، أكثرهم فساق. قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وأكثرهم فساق، وقل قليلا هم الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى أو يدخلون في ذلك الدين. لكن هذا لا يمنع من الجهد في دعوة هؤلاء إلى دين الله تبارك وتعالى. يبقى الجهد في دعوة هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، فهم من أمة الدعوة، وكان لزاما علينا أن ندعو هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نتائج هذه الدعوة، أكثرهم فاسقون كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذه نقول من منن الرب سبحانه وتعالى على المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا جبن هؤلاء وضعف هؤلاء. يبقى ضعف أهل الكتاب وجبن أهل الكتاب، ولن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نقول أن الله تعالى كما ذكر أن العاقبة للمتقين، يبقى التمكين والاستخلاف ده موقوف على تحقيقنا لهذه الشروط، من إيمان بالله ونقول عمل صالح، من إيمان بالله وعمل صالح. يبقى كذلك أيضا الله عز وجل كما يبين لنا، يبقى نقول حتى يكون هناك الإقدام يبقى على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لن يضركم إلا أذى، إن نالوا منكم لا ينالون إلا باللسان، يبقى إذاء باللسان، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يبقى بترى جبن هؤلاء، يبقى نقول جبن هؤلاء، جبن هؤلاء على اللقاء وعن نقول مواجهة المسلمين، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جزر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى هذه وصف الرب سبحانه وتعالى لأحوال هؤلاء. يبقى إن يقاتلوكم يبقى لا تكون عن طريق المواجهة أبدا، يبقى نقول خوف شديد عندهم من مواجهة المسلم في القتال وفي النزال والحرب، ولكن لا يقاتلوكم إلا من في قرى محصنة أو من وراء جدر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده فيها دفع للمسلم أن يتقدم ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن يكون رابط الجيش في مقاتلة هؤلاء، وأن العاقبة للمتقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بنصر المؤمنين متى أخلصوا ذلك الدين لربهم سبحانه وتعالى. ثم الإشارة أيضا يعني أن الذل والهوان والصغار يضرب على الأمم كنتيجة المخالفات. يبقى نقول الذل والصغار على من خالف، وبالتالي نحذر أو احذر من المخالفة، فالمخالفة سبب جالب للذل والصغار والهوان، كما قال ربنا سبحانه ضربت عليهم الذلة وأينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. احذر المعصية واحذر الاعتداء على حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، احذر من البغي، احذر من الطغيان، فكلها أسباب جالبة لغضب الرب سبحانه وتعالى، وكلها أسباب جالبة للذلة والصغار والهوان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا
دينكم. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك تباين بين من يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وبين التارك لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الدافع لفعل الطاعات هو الإيمان بالله واليوم الآخر. لذلك الإنسان يتحسس يعني هذه البنود وتلك الأصول، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. وأن هذا الإيمان هو الدافع ومحرك للإنسان لاجتناب المحظورات ولفعل الواجبات. يبقى لما الإنسان بيقصر في فعل طاعة من الطاعات أو بتجد يتجرأ في فعل معصية من المعاصي، ارجع للأصل دائما، ارجع للإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر. قلنا بقى سبب التقصير سبب تراجع الإنسان، يبقى سبب تفويت الطاعات كله مرجعه إلى هذه الأصول، أن هناك خلل في إيمانه بالله سبحانه وتعالى وخلل في تصوره لليوم الآخر. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. دايما كده اللي بيلزم الإنسان بأعمال فعل الطاعات ولا يقصر في فعل، واللي بيلزم الإنسان لترك المنكرات وإنكار ذلك المنكر على فاعليه، نقول الإيمان بالله واليوم الآخر. القضية بتبقى قضية حية، قضية الإيمان دهيت لو كانت قضية بثت بصورة صحيحة في قلبي لوجدنا نتائج وجود هذه القضية في القلب ونتائجها، يبقى في هذه المظاهر الإيمانية، في نقول أمر معروف نهي عن المنكر، المسارعة لفعل الخيرات، وبالتالي إنكار هذه المنكرات على من فعلها، على من فعل هذه المنكرات، وإنه بيأمر معروف عن المنكر، نقول دي من صلب قضايا الدين. يبقى كما قلنا من صلب قضايا قضية الولاء والبراء، كذلك من صلب أيضا قضايا الدين الأمر معروف نهي عن المنكر. ولذلك كان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كل ده من أجل هذه القضية، الأمر معروف نهي عن المنكر. وبالتالي نقول يبقى هذا المعروف، يبقى لابد أن احنا يبقى لنا تصور واضح، وكذلك المنكرات لنا تصور واضح، وأن حتى لا تأمر بمعروف وتفوت معروفا أكبر منه، ولا تنهي عن منكر وتأتي بمنكر أكبر من ذلك، في قواعد ضابطة لذلك الأمر. لكن الشاهد أن المحرك دايما لالتزام الإنسان بالطاعات وترك الإنسان المنكرات هو الإيمان بالله واليوم الآخر. وأي خلل في الصور التطبيقية ارجع دايما إلى هذا الأصل، إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. أي خلل في الصور التطبيقية يبقى ارجع دايما أن ده مظهر لخلل موجود في الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله قلنا ما بقاش كلام مجمل، يبقى لازم أتعرف على رب سبحانه وتعالى معرفة منتجة لسلوك، ولازم أتعرف على اليوم الآخر معرفة منتجة لسلوك. فيش مسألة أبدا مسائل الإيمان إحنا بنتعلمها إلا ولابد أن أنظر إلى أثر تعرف العبد على هذه المسألة، يبقى لازم يكون لها أثر ملحوظ وملموس في واقع الحياة في التطبيقات. يبقى كما بينا من قول الحسن البصري رحمه الله أن الإيمان ليس بالتمني ولا التشهي، ولكن ما وقر في القلب وصدقوا العمل. يبقى إيمان وقر في القلب، يبقى نقول العمل مظهر لهذا الإيمان. يبقى الإيمان اللي في القلب ده يظهر إزاي؟ يبقى عن طريق التطبيقات والأعمال. كما بينا سلوكياتي تحكي إيماني، سلوكياتك هي اللي تحكي الإيمان. يبقى سلوكيات الإنسان سواء من أقوال أفعال أحوال هيئات، كل دي يبقى هي اللي تحكي إيمان العبد. الإيمان ده مستقر في القلب، يبقى لا سبيل أن نطلع عليه. كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار أضمروا في داخلهم البغض والكره للإسلام والمسلمين، يظهر ذلك في صورة أن حرص الكافر على دعوة المسلم ترك الدين، وحرص الكافر على دفع المسلم أن ينحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى وعن صراط رب المستقيم. رأينا ذلك نعم. يبقى كل ده احنا بنشاهده، يبقى أن نقول من خلاله بنتعرف على ما أضمره ذلك الكافر من بغض وكر للإسلام والمسلمين. يبقى من خلال نقول أفعاله كما ستأتي الآيات وكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ما أضمر في ذلك القلب يظهر على صفحات الوجوه وعلى فلتات اللسان، على صفحات الوجوه وعلى فلتات اللسان. لذلك لما تقول لفلان إني أحبك، يبقى نقول في مظاهر أساسا الحب ده عمل قلبي، إحنا ليس لنا سبيل نطاع على ذلك، لكن
لكن في مظاهر تؤيد هذا القول أو أن هي أساسا تخالف هذا القول. فعله إما فعلا نقول أنه بيحبه أو فعله حيقول أنه لا يحبه، لكن هي كلمة. إحنا ليس لنا سبيل أن نطلع على قلوب العباد، ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن ننقب على ما في قلوب العباد، لكن لنا الأعمال الظاهرة، لنا الأعمال الظاهرة، وبالتالي لكن العمل ده يبقى بيدل على ما في قلب ذلك الإنسان. لو كان في محبة ليها مظاهر، لو كان في عداوة ليها مظاهر، يبقى نقول عداوة فلان كيف تعرفنا على عداوته، على كرهه وعلى بغضه، يبقى من خلال المظاهر دي والأعمال. كيف تعرفنا على محبته؟ من خلال المظاهر والأعمال. فأعمال الإنسان دي التي تحكي الإيمان، والأعمال دي ما هي إلا مظهر لهذا الإيمان الذي استقر في تلك القلوب. لذلك الأمر عرف نعم منكر، يبقى دي نقول هذه قضية لابد أن تكون حية، ودي بتعكس صدى الإيمان الذي داخل قلب ذلك الإنسان. يبقى أي نوع من أنواع الخلل يبقى نقول ارجع دائما إلى الأصول، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. طب ما حدثش منه إكرام للضيف، يبقى في خلل هنا. وبالتالي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ده هو بيؤذي الجار، يبقى في خلل في الأصل ده. هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى على ذلك نقول هو بيتكلم باللغو من الكلام، ويتكلم منكرات، ويتكلم نقول بقول الزور وقول مستقبح. يبقى ارجع كده ان في خلل في الاصل، فيش حاجه ضبط لسلوكي الا الايمان، والايمان ده محله القلب، وبالتالي لابد الاهتمام. الايمان بالله سبحانه وتعالى، ايه معنى الايمان بالله؟ يبقى لازم انا اتعرف على ربي، اتعرف على ربي معرفه منتجه للسلوك. كل اسم من اسماء الله عز وجل، كل صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى، لابد ان انظر كده الى التطبيق او الى اثر معرفه العبد لرب سبحانه وتعالى بانه سميع، انه بصير، أنه عليم، أنه وهاب، رزاق. يبقى أثرها كده يبقى بينعكس على سلوكياتي، ينعكس على سلوكياتي. أقول أن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى ما فيش أي نوع من أنواع الاضطراب أو الخوف على ذلك الرزق. أنا بسعى كما أمرني ربي سبحانه وتعالى، ولكن لو ضاقت علي المعايش يبقى ما فيش لا اضطراب ولا ذعر ولا خوف ولا قلق أبدا. نقول لأني أعبد ربي الرزاق، وبالتالي نختم الأسباب، يعني أخذنا بالأسباب، وبالتالي يبقى الإنسان قلبه لا يضطرب أبدا، يعني قلبه لا يضطرب، يبقى خايف على رزقه، خايف على كذا، خايف على كذا. وإلا حنجد أنه هو يعني الإنسان بينفق ساعات طويلة في يومه يبقى من أجل هذه القضية. لو كان عندنا إيمان التصور بتاعنا هيبقى تصور غير اللي احنا بنتعامل به مع أوقاتنا. ده احنا أوقات كثيرة جدا مستهلكة، كل ده من أجل الحصول كما يكون على ذلك الرزق. ده المطلوب أن أنا أسعى للحصول على ذلك بما يكفي نقول يومي، وباقي اليوم لابد أصله أنه هو يوجه إلى طلب الآخرة. لكن نقول عدم الأمان من ذلك الجانب. نقول الصحابة رضي الله عنهم اللي دفعهم للجهاد في سبيل الله كان صحة الاعتقاد في الأجل والرزق، صحة الاعتقاد في الأجل والرزق، ده اللي دفع الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما صحت عقائد الصحابة في ذلك الأمر، إحنا ممكن ننتقل آيات لكن القلب بيبقى عنده اضطراب، خوف نقول من المستقبل، خوف من غد، يبقى ده الحال الموجود، ده الحال، وبالتالي بينشغل بهذه القضية عن طلب وتحقيق العبودية التي خلق من أجلها. يبقى كل اسم أسماء الله، كل صفة من صفات رب سبحانه وتعالى، لابد أن احنا ننظر كده إلى بقى السلوكيات. يبقى ده أي اسم من أسماء الله عز وجل، أي صفة من صفات رب سبحانه وتعالى تعرفنا بها عن رب المعبود، لازم أنظر كده للمقابل إيه أثرها بقى علينا. يبقى يظهر ذلك من التطبيقات، من الممارسات الإيمانية. التصور اليوم الآخر لو نقول صور بصورة صحيحة حية في القلب لرأينا الأفعال، يبقى تتناسب مع ما كان موجودا في هذه الإيمان في القلب. يبقى كما بينا اللي دفع الصحابة أو دفع نقول بيدفع المسلم إلى قيام الليل، إلى صيام النهار، إلى التزام الطاعات، إلى ترك المنكرات، يبقى كل ده رؤية الإنسان باليوم الآخر بهذا التصور الذي صور لنا في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده المطلوب،
هذا هو المطلوب. يبقى لو صحت التصورات يوم الآخر هتجد ان احنا بنندفع لفعل الطاعات ولا نقصر. وكذلك ابعد ما نكون عن المخالفات، يبقى عن المخالفات، يبقى ده كله الإيمان بالله واليوم الآخر. ذكرنا في مرات عديدة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى الخوف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى دفعهم أن يقوموا من الليل، نقول مع حاجة شديدة إلى النوم. كما أتت الآيات: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إلا دفعهم إلى فعل ذلك الأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، يبقى حيفدون على رب سبحانه وتعالى ويحاسبون على حسب ما قدموه. يبقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إيه السبب؟ نقول رؤية الآخرة، رؤية الآخرة. يبقى على ذلك نقول رؤية الآخرة محركة، محركة الإنسان لامتثال الطاعات وترك نقول المنكرات. يبقى لا يقصر في طاعة يخشى. يبقى بالتالي نقول المال محبوب للإنسان، وبالتالي لكن رؤيته الآخرة بتدفعه أن ينفق هذا المال. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خوفهم من عذاب ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة دفعهم أن ينفقوا ذلك المال. لا يمسكون ذلك المال، لا يمسكون، ولكن أنفقوا، قدم ذلك المال لحياته. يبقى يا ليتني قدمت لحياته، وقدم لحياته. يبقى الأمن الليل قدم لحياته، اللي هو لازم بين الاستغفار والتوبة قدم لحياته، اللي أنفق ذلك المال قدم لحياته، وإلا حيكون الندم والتأسف والحسرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، بس فات الأوان، حيكون فات الأوان. المؤمن نقول يؤمن بذلك الأمر، رؤيته رؤية صحيحة لليوم الآخر، فعند ذلك اندفع إلى فعل كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وكل سبيل من سبل الخير نقول لم يظن على نفسه أن يكون له حظ في ذلك الطريق. ونقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من يتلقى في الكتاب يمينه، فأما من أوتي كتابه يمينه فيقول أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. لكن تتصور حاله كان في الدنيا إزاي، يبقى حاله في الدنيا هنا نقول يعني إني ظننت أني ملاق، كان على يقين من هذا اليوم، وعلى يقين هو سافر على ربي، وعلى يقين هو ستعرض هذه الأعمال رب سبحانه وتعالى، وعلى يقين أنه سيجازى على حسب ما قدم من أعمال. فكان بيجتهد في الدنيا، يبقى كان بيجتهد، يجتهد في قيام الليل، يجتهد في صيام النهار، يجتهد في الأمر المعروف في النهي عن المنكر. يبقى نقول يجتهد في فعل أي طاعة من الطاعات، في الصدقات، في الاستغفار، في التوبة، يبقى مجتهد. يبقى نقول أقوم أقرأ إني ظننت أني كنت على يقين، يقول أنا كنت على يقين. ولذلك ما يبقى كان بيعمل في الدنيا إزاي، لك أن تتصور. هو نفس القضية، يبقى نفس القضية، يبقى أنفق لماذا؟ يبقى اللي حركه كده هو رؤية اليوم الآخر. يبقى يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى نقول ده حنتأسف ونظر الندم والحسرة على ما فاتنا، وياريتنا كنا فعلنا وفعلنا. أنت الآن في السعة والعافية. يبقى دايما نقول لما بتجد في تخاذل بينك وبين نفسك في فعل الطاعات، أو أنك أنت في عدم ترك المخالفات والمنكرات، ارجع دايما للأصول. يبقى ثبت الأصول دي: الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم بتتكلم بعد ذلك الآيات: من تصاحب ومن تصادق. يبقى لازم احنا لنا كده مقاييس ومعايير في اختيار الصاحب والصديق. يبقى نقول الأمر ده ليس مدار هذا الأمر مرجعه إلى الإنسان أو إلى رأيه أو إلى ما يشاء ويهوى، لا، ده عبودية الله سبحانه وتعالى. كما بينا هذه الأخوة الإيمانية، ده احنا نسعى إلى تحقيق الأخوة الإيمانية، وما كنش أنا عامل من عوامل تصدع هذه الأخوة، وبالتالي أسعى إلى تحقيق هذه الأمور والقيام بحقوق هذه الأخوة التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. طب من تصاحب ومن تصادق؟ من نصاحب؟ في معايير أساسا، كل مسألة المسائل دي لها معايير، أنا لازم أقف على المعايير ومن خلالها أبدأ يكون العمل، نبدأ العمل. من تصاحب ومن تصادق؟ يبقى على ذلك ننتبه أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا. يبقى نقول يبقى ما فيش مصادقة بينك
وبين أحد إلا من خلال المعيار ده، بخلال معيار الإيمان، لا تصاحب إلا مؤمنا. ولذلك الله عز وجل كما قال في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إحنا لو إحنا وقفنا على الآية دي، وأنا أحاول أحقق الآية دي، يبقى من خلالها هتعرف مين تصاحب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أصاحب؟ يبقى الله، أصل أنا نشأت مع هذه الصحبة، وبالتالي ممكن الإنسان لما بيلتزم يبقى ما زال أيضا مع هذه الصحبة التي كانت تدعو قبل ذلك إلى الفساد والشرور. نقول لا، لابد من تغيير البيئة ولابد من تغيير الصحبة. طبعا ذكرنا قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما أراد أن يتوب يبقى دلوه على عابد جاهل أفتى بغير علم، وبالتالي قام فقتله. يبقى قام هذا الرجل الذي أراد أن يتوب قتل ذلك الجاهل الذي أفتى بغير علم، سأل عن أعلى ماء الأرض بعد أن قتل 100 نفسه، سأل عن عالم فدل على عالم، وبالتالي قال له نبهه اترك أرضك، الأرض اللي ارتكب عليها المعاصي والذنوب، الصحبة السيئة اللي أعانته على فعل هذه المنكرات والاعتداء على الآخرين وسفك دماء الآخرين، واذهب إلى أرض كذا، فإن بها أناس يعبدون الله فأعبد الله معهم. يبقى لازم تغير البيئة، يبقى لابد أنا أغير الصحبة، الصحبة دي كانت بتأمرك بالفساد، يبقى لابد أن احنا نغير الصحبة لا حتى أجد الصحبة التي تأمرك بالمعروف وتنهاك عن المنكر. لا تصاحب إلا مؤمنا، لن تجد الخير إلا عند المؤمن. يبقى لو نقول هواك حدثك إلى فعل مخالفة نهاك عن ذلك، ونقول هواك حدثك أو نفسك حدثتك عن تقصير في الطاعة لنهاك عن ذلك، نقول حيعلمك ما تجهل وكذلك يعينك على فعل الطاعات وترك المنكرات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا بالنداء لمن: يا أيها الذين آمنوا. المسائل دي مسائل إيمانية، إيمانك يلزمك بذلك، ده موجب الإيمان، مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يبقى لمن يتحرك كده، وبالتالي أنا هستمع إلى كلام ربي سبحانه: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنت رجل عاقل بقى، يبقى لازم أنا أنصت وأستمع وأستجيب. العاقل هو الذي يستجيب، هو هذا العاقل. الذي لم يستجب لكلام ربي هذا ليس بعاقل. قلنا حتى لو اجتمعت الناس وقالت إن فلان عاقل، الله عز وجل كما يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أدوا العقلاء هم العاقل اللي بيسمع ويستجيب، أما من استمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف ولم يستجب لذلك الكلام هذا ليس بعاقل. حتى لو كان مشهور بين الناس أنه رجل عاقل كده، يقول فلان ده عاقل ولبيب، إحنا أساسا العقل ده موزون عندنا بمعايير، زي الصدقة كده موزونة بمعايير، العقل ده موزون بمعايير، من معايير العقلاء، معايير التي يحكم خلالها على الناس عاقل أم لا حسب استجابته لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، بيستجيبه، وأحسن الكلام هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، خير الكلام هو كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآيات بتتكلم إن دول استمعوا للكلام واستجابوا، يبقى لما بيكون في كلام عن النار يبقى تجد قشعريرة صارت في أبدانهم خوفا من ربه سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه. لما يكون في كلام عن الجنة حيبقى في كده نقول تشوق، شوق بيظهر على حاله وشوق بيصدر من قلبي ويرى على حاله شوقا إلى الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة طمعا في دخولها، ويمتنع عن فعل أهل المعاصي وأهل النار خوفا من أن يكون من أهلها. تحالوا يستمع القول يتبعون أحسن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى ده حاله، أدي حاله يستمع القول فيستجيب،
يبقى ده العاقل كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، هؤلاء هم العقلاء. لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا، يبقى نقول لبيك ربي وسعديك وأن عبدك بين يديك، ننصت تماما إلى ما يأتي من خطاب بعد هذا النداء، لا تتخذوا بطانة من دونكم. فعش تصادق غير المسلم لا يصلح، لا يصلح، لا تصاحب إلا مؤمنا، ده على سبيل الحصر. يبقى على سبيل الحصر، يبقى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. يبقى نقول من الأسباب القوية لكره الكافر وبغض الكافر أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى مجرد أنه كفر بالله سبحانه وتعالى يبقى ده كفيلة أنك أنت أساسا لا تصاحب هذا الكافر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى. يعني نقول بالضبط كده إحنا في حياتنا الدنيوية، يبقى فلان شتم الأب أو شتم الأم، يا ترى هتصدقه؟ أبدا لا أصدقه، أبدا لا أصدقه، بل أتمنى لو أتمكن من رقبته. يبقى ده حلنا هو في الدنيا، حلنا نقول لك إيه السبب، إيه السبب، نقول ده سب الأب أو سب الأم. فبالتالي بقى أنت كأنك عندك الدواعي والمبررات لذلك الأمر أن تدق عنق ذلك الإنسان بمجرد أنه هو قام بسب أو شتم الأب والأم. يبقى ده حلنا، ولله المثل الأعلى، إن كان ده أساسا كفر بالله سبحانه وتعالى، ده نسب الله سبحانه وتعالى الولد ونسب الصاحبة ونسب الله سبحانه وتعالى صفات العيب والنقص، يبقى نقول إزاي تصاحب هذا الإنسان؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين يبقى ده أقوى داعي لبغض ذلك الكافر هو أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. ده ما يمنعش من دعوته إلى دين الله سبحانه وتعالى، لكن بغض الكافر لا محبة ولا مودة في القلب معقودة لذلك الكافر. لذلك قال الله تعالى ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لاقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إزاي نقابل أذى هؤلاء؟ يبقى بالصبر والتقوى، يبقى يتحل الإنسان بالصبر والتقوى. لا يضركم كيدهم شيئا، يبقى ما تنتبهش إلى كيد هؤلاء، فكيد هؤلاء هو يبور يعني مردود على هؤلاء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا نقول يكون هناك قلق ولا اضطراب من جهة هؤلاء طالما أن الإنسان يعني يؤمن بربه سبحانه وتعالى ومقدم على فعل الطاعات وعلى امتثال النصوص التي في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه آخر الدروس لهذا المقطع الثاني من سورة آل عمران، ليبدأ المقطع الثالث الذي يتحدث عن غزوة أحد وعن الدروس المستفادة من هذه الغزوة، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.